عقدت وزارة الأشغال وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقاء تشاوريا لوضع آلية عمل مشتركة لتفادي المخاطر التي تعترض تنفيذ المشاريع وتعزيز مبدأ التشاركية بين هيئة النزاهة والوزارات والمؤسسات العامة. رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف أكد على دور الوزارة في المنظومة الاقتصادية. من جهته شدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة على أهمية الحفاظ على المال العام.